بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابياً قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام تقدم في درس السابق، والغرض منه أن يبطل الشيخ رحمه الله الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، حيث إنهم يزعمون في هذه الحكاية أن الإمام مالكا رحمه الله قال لأبي جعفر: لما تعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما سأله هل يدعو مستقبل القبلة أو يدعو مستقبل القبر، فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو واسطتك وواسطة أبيك آدم، أو هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، بل استقبله واستشفع به. وهذه الحكاية سبق أنها باطلة، وفيها ألفاظ لا يليق أن تصدر من الإمام مالك رحمه الله، منها هذه اللفظة، وهو أنه يستشفع بالرسول إلى الله. فالاستشفاع معناه طلب الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه شافع مشفع، ولكن طلب الشفاعة منه، هو لا يملك الشفاعة، الشفاعة لله، وإنما يدعو الله جل وعلا. الشفاعة معناها أنه يدعو الله جل وعلا للشخص الذي يطلب منه الدعاء. هذا معنى الشفاعة، معناها أن الرسول يدعو الله، وليس معناها أنه يملك الشفاعة فتطلب منه الشفاعة، خصوصا بعد موته صلى الله عليه وسلم، إنه بعد موته لا يطلب منه شيء، لا الدعاء ولا الشفاعة ولا أي شيء، لا يطلب منه ذلك، إنما هذا في حياته الدنيا، وفي حياته يوم القيامة يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر الحديث الأعرابي الذي فيه لفظة منكرة، وهو أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نستشفع بالله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك وسبح الله
ونزهه عن هذه الكلمة، لأنها تنقص لله، حيث جعل الله شافعا عند الرسول، جعل الخالق يشفع عند المخلوق. ولا شك أن المشفوع عنده أعظم من الشافع، فلذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما الله، أي ما حق الله وما عظمة الله جل وعلا؟ أنه لا يجوز أن يجعل الله شفيعا إلى خلقه. نعم. وذكر تمام الحديث فأنكر قوله: نستشفع بالله عليك. نعم. ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه به، وإنما أنكر. نعم. ومعلوم. ومعلوم أنه لا ينكر أو لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، وإنما أنكر أن ومعلوم. ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم. نعم. كما سبق أن المخلوق يسأل بالله، كما قال تعالى: واتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. فتقول: أسألك بالله، بمعنى الإقسام، لأن الباء باء القسم، أسألك بالله. فهذا جائز، أن تقسم بالله على مخلوق أن يقضي لك حاجتك، لا العكس. فلا تقسم بالمخلوق على الله فتقول: يا الله أسألك بفلان، هذا لا يجوز أن تقسم بالمخلوق على الخالق. نعم. ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله. نعم. وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق. نعم. ولهذا لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. يعني هذا جائز، بمعنى أننا نطلب منك الدعاء، أن تدعو الله لنا بالغيث، هذا شيء مشروع. نعم. ولهذا لم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، فإنه هو الشافع المشفع، وهم فإنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، شفعه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لطلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، فإذا فطلب الدعاء الشفاعة بمعنى الدعاء، هذا جائز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في المنافقين: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. فلو أنهم بعد الجريمة التي حصلت منهم، وهو أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنهم تابوا وندموا من فعلتهم وجاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار كما يطلبون منه الدعاء بالغيث وغير ذلك ومن حاجاتهم، هذا أمر لا بأس به. فجاءوك يعني جاءوا إليك في حياتك. نعم. وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه بعد موته
لا يمكن أن يطلب منه شيء، لا استغفار ولا غيره، بدليل أن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله لنا، استغفر لنا، أو ما أشبه ذلك، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما يمنع، وهم القدوة لمن جاء بعدهم. فلما لم يأتوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء كما كانوا يفعلون ذلك في حياته بينهم، دل على أن هذا لا يجوز، على أنه لا يجوز الإتيان إلى القبر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار أو الدعاء. نعم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه، كما جاء في لفظ الحكاية فيشفعك الله. يعني مالك قال لأبي جعفر استشفع به فيشفعك الله، يشفعك، يخاطب أبا جعفر شفعك الله، والعكس هو المطلوب، أن الله يشفعه فيك لا أن يشفعك الله فيه، كما جاءت هذه اللفظة في الحكاية. هذا دليل على أنها باطلة ولا تليق بالإمام مالك. نعم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه، كما جاءت هذه اللفظة في الحكاية السابقة. نعم. وهذا معروف الكلام، ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء أنهم يقولون يشفعه الله فيك، ولا يقولون يشفعك الله فيه. هذا ليس من لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من لغة أصحابه. نعم. ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه، فالمشفع شفع فيه. نعم. شفع فلان في فلان فشفع فيه. نعم. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه. نعم. فالمشفع الذي يشفعه فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به. نعم. هذا هو لغة الرسول ولغة العرب، أن تقول يشفعه الله فيك، ولا يقال يشفعك الله فيه. نعم. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، للسائل الطالب من غيره أن يشفع له. وأما الطالب السائل فلا يقال يشفعك الله فيه، كيف يشفعك الله أن تطلب منه الشفاعة؟ نعم. فإن هذا دل هذا على أن هذه الحكاية باطلة. نعم. فإن هذا ليس هو الذي شفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع به. نعم. ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني، فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه، لا أن يشفع طالبي شفاعته. نعم. لا أن يشفع طالبي شفاعته. فكيف يقول الله يشفع الشافع ولا يشفع المشفوع فيه، لا يشفع المشفوع فيه الذي هو السائل الطالب، هذا العكس. نعم. فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته، فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله؟ هذه اللفظة جاءت في الحكاية، استشفع به فيشفعك الله، هذه باطلة. نعم. وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره
ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين. نعم، لا لا ليس هو يطلب منه الشفاعة في حياته والدعاء في حياته ويستفتى ويسأل في حياته ويسأل منه المال أيضا، كل هذا جائز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حي قادر على ما يطلب منه، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء عند قبره، وإنما يسلم عليه فقط ولا يطلب منه شيء، هذا هو الذي عليه المسلمون. أما الخرافيون فإنهم عملوا أشياء ما تليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، نعم، وطلبوا منه أشياء لا تطلب منه، إنما تطلب من الله جل وعلا، من الحي الذي لا يموت. أما الميت فلا يطلب منه شيء، لا الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم. نعم. وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين. ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين عموما. وأما أنه عند الخرافيين يقولون هذا مشروع، هؤلاء لا عبرة بهم، العبرة بأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين لا أحد يقول منهم بجواز أنه يؤتى عند القبر ويدعى، يدعى الله عند القبر ويطلب من الرسول الشفاعة ويطلب منه، هذا لا أصل له في دين الإسلام. فكيف يقول مالك لأبي جعفر أنه يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة والوسيلة، لأنه وسيلته وسيلة آدم؟ هذا كله من الخرافات. نعم. ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا غير مالك. ومالك رحمه الله من أشد الناس في هذا الأمر، من أشد الناس محافظة على العقيدة والتوحيد والاتباع والاقتداء. نعم. ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء. وأصحابهم القدماء، لا الأئمة الأربعة، ما أبي حنيفة والشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم، ولا أتباعهم القدامى الذين يسيرون على منهجهم. أما أتباعهم المتأخرون فتوجد في بعضهم الخرافات، وهم حنفية وهم مالكية وهم شافعية أو هم حنابلة، المتأخرون من أتباع المذاهب الأربعة قد يكون عندهم شيء من الخرافات، هذا شيء موجود، ولا ينفعهم كونهم ينتسبون إلى الأئمة. نعم. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة، ولا عبرة بذلك، فلا تقول هذا قول الحنابلة أو هذا قول الحنفية أو المالكية أو لا، هذا قول المتأخرين. أما أصحاب المذاهب المعروف المعروفون، هؤلاء لا يمكن أن يقولوا هذا. نعم. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين. نعم. ذكروا حكاية عن العتبي، هذه حكاية ثانية انتهى من الحكاية المنسوبة إلى مالك وأطال فيها رحمه الله، ثم ذكر الحكاية الثانية التي يتعلقون بها. والخرافيون يتعلقون إما بالحكايات وإما بالأدلة الضعيفة أو الموضوعة وإما بالمنامات والرؤى وإما بحصول الشيء الذي طلبوه، وهو من باب الاستدراج لهم لا من باب تصويبهم في ذلك، فهم هذه عمدتهم، إما حكايات لا يستند عليها ولا أصل لها، ولو ثبتت لم تكن حجة، إنما الحجة في الكتاب والسنة، وإما
أحاديث لا يحتج بها، إما موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، وإما منامات ورؤى، رؤي فلان في محل كذا، فلان رآه فلان وقال له كذا وكذا، والرؤى لا يعتمد عليها ولا يؤسس عليها أحكام شرعية. وإما أن يقولوا إن فلان دعا واستجيب له، يستدلون بحصول المطلوب، وهذا ليس دليلا، قد يحصل المطلوب من باب الاستدراج للشخص، وقد يوافق قضاء وقدرا، وقد يكون السائل مضطرا، والله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه، فحصول الشيء ليس دليلا على جوازه أبدا. فهذه عمدة الخرافيين، هذه الأمور الأربعة. نعم. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا. والعتبي هذا مجهول، العتبي هذا مجهول، هذا أول شيء. ثانيا يقول كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا، لا يجوز الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يمر مسلما ويذهب. فهو يقول كنت جالسا، ومن هو العتبي؟ وكنت جالسا ولا يجوز الجلوس عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام، قرأ هذه الآية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له عملا بظاهر هذه الآية دون أن يفهم المقصود منها، وأن هذا في حياته لا بعد موته عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذهب نام العتبي، نام، فلما نام جاءه الرسول في المنام، شوف الكذب، جاءه الرسول في المنام في الرؤيا وقال له أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. هذا حاصل الحكاية، وهي مجهولة وأسانيدها منقطعة ومظلمة كما ذكر العلماء، ولو صحت لم يحتج بها لأنها ليست لا نص من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف الصالح. أعرابي، واللي يقول هذا العتبي أو رجل مجهول آخر وفيه انقطاع في السند كثير، حتى قال الحافظ بن عبد الهادي في رد على السبكي إنها رويت بأسانيد مظلمة. نعم. ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، رأى العتبي يعني، وهذا لم يذكره، قال له أدرك الأعرابي فبشره أن الله غفر له. نعم. وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين. هذه الحكاية مع الأسف ذكرت في بعض الكتب التي هي محل ثقة، مثل المغني لابن قدامة عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تفسير ابن كثير ذكرها عند تفسير الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ولم يعلق عليها، إنما مجرد ذكرها ذكر، مثل ما يذكر الإسرائيليات، ابن كثير يذكر ما وردت به الأخبار، أحياناً لا يعلق عليه، هذه الحكاية ذكرها في تفسير، وذكرها ليس دليلاً على أنه يراها ولا أنها، وذكرها غيرهم من المؤلفين، ولكن هذا لا يجعلها محل ثقة ولا يجعلها صحيح وإن ذكروها. نعم. حتى لو صحت ليس فيها دليل، لأنها ليست آية ولا حديث ولا فعل أحد من الأئمة، فعل أعرابي، والأعراب عندهم من الجهل أكثر من هذا،
نعم. وهذا لم يذكره أحد من ثم المسلمين. إنها أيضا فيها رؤية أن العتب ينام والمرائي لا يبنى عليها. قد يكون الذي جاء إلى العتب في النوم شيطان لأجل الفتنة، من يقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم. من أهل المذاهب المتبوعين الأئمة المعروفين بالفقه والعلم وتحقيق العقيدة كالأئمة الأربعة والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وغيرهم من الأئمة المتبوعين وسفيان الثوري نعم. ومن ذكره لم يذكر عليها دليلا شرعيا. نعم. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وما يدل على بطلان هذه الحكاية أنها مخالفة لما عليه الصحابة والتابعون الذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم ما كانوا يفعلون مثل فعل هذا الأعرابي ويأتون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار، ما كانوا يفعلون هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه لأنه محرص منا على الخير وأعرف منا بما يشرع. نعم. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. نعم، لكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك ويحثون على المجيء إلى قبره وطلب الحوائج منه، ولم يوجد شيء من كلامهم أبدا، إنما هذا من كلام المخرفين الذين لا عبرة بهم. نعم. ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك، وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا كان أول هذه الأمة لا يأتون إلى القبر ويطلبون من الرسول الاستغفار أو الدعاء، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. لم يقول مالك رحمه الله: لم يبلغني عن صدر هذه الأمة أنهم كانوا يفعلون ذلك، يعني يأتون عند القبر فيطلبون فيدعون الله جل وعلا أو يطلبون من الرسول أن يدعو لهم، هذا أمر مبتدع ولا يجوز. نعم. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف؟ رجع إلى أصل القصة مع أبي جعفر المنصور. إذا كان هذا الإمام الجليل مالك بن أنس رحمه الله بهذه المثابة، وأنه يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ويقول لم يبلغني عن صدر هذه الأمة أنهم يفعلون ذلك، هذه مقالات الإمام مالك، فكيف يقول لأبي جعفر المنصور: لم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ نعم. فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم؟ لا يمكن أن الإمام مالك يقول هذا أبدا، هو من أبعد الناس عن هذا، دل على أن هذه الحكاية مكذوبة. نعم. وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة، ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أي نتوسل به. نعم. ويقولون: لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره،
قد تشفع به من غير أن يكون المسلم. لا يفرقون بين هؤلاء الجهال أو المخرفون، لا يفرقون بين الشفاعة والتوسل. الشفاعة ثابتة، ولكنها تطلب من الحي الحاضر، لا تطلب من الغائب أو من الميت. أما التوسل فلم يثبت، التوسل بذوات الأشخاص لم يثبت هذا أبدا، أو بأعمالهم وصلاحهم هذا لم يثبت. نعم. ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له. وفرق بين الشفاعة والتوسل، الشفاعة ثابتة بشروطها كما ذكر الله جل وعلا بشروطها، وأما التوسل فلا أصل له، التوسل بالأشخاص فلا أصل له، وهو من التوسل الممنوع. التوسل المشروع إنما يكون بأسماء الله وصفاته أو بأعمال العبد التي تقرب بها إلى الله فيسأل الله بها، هذا هو التوسل، أو بدعاء الصالحين يطلب منهم أن يدعو الله له وهم حاضرون عنده، هذا التوسل، هذا التوسل المشروع. ولا يسمى هذا، ولا يسمى هذا توسلا بالأشخاص، وإنما هو بأعمال أو بدعاء من الصالحين، بأعمال من الداعي توسل بأعماله إلى الله، أو بدعاء الصالحين وشفاعتهم عند الله له، هذا هو المطلوب. نعم. ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به. وهذا غلط، لا يجوز أن يسمى التوسل شفاعة أبدا، التوسل بالأشخاص لا يجوز، أما طلب الشفاعة من الأشخاص الصالحين معناه طلب الدعاء منهم، هذا مشروع. نعم. ففي فرق بين المشروع والممنوع. نعم. ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له. وكيف يقال أنه تشفع به وهو لم يشفع له ولا دعا له، ولا وقد يكون لم يسمع كلامه لغيبته أو لموته، ما لغيبته أو لموته، فكيف يقال أنه تشفع به وهو غائب أو ميت؟ نعم، بمعنى أنه دعا له أو استغفر له وهو ميت لا يسمعه، أو غائب لا يسمعه. هذا ما عليه أهل الضلال، أنهم لا يفرقون بين الشفاعة الصحيحة وبين التوسل الممنوع. نعم. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة. ليس في لغة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية توسل بالأشخاص شفاعة، ولا التوسل بالغائبين والأموات أنه شفاعة أيضا، كل هذا باطل، ولا في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام التابعين، ولا أتباع التابعين أبداً، لا تجد شيئاً من هذا، إنما تجده في كلام المتأخرين الذين انتشر فيهم الجهل، انتشرت فيهم الخرافات، وانتشر دعاة الضلال، نعم، الذين حشوا الكتب والرسائل بمثل هذه الترهات والأباطيل، وانشغلوا بها عن التوحيد الصحيح وعن العمل الصالح، وصاروا يعتمدون على الأموات، ولا حتى إنهم لا يقبلون على الله ولا يهتمون بدعاء الله، وإنما ولا يأتون إلى المساجد، وإنما يذهبون إلى المقابر. من العجيب أنهم يجون للحج والعمرة ولا يذهبون إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يدعون الله ويصلون،
بل تجدهم في المقابر يطلبون ويصرخون ويستشفعون بالأموات، يطلبون منهم الحوائج، وهذا بسبب دعاة الضلال وبسبب هذه الكتب الفاتنة التي شحنت بمثل هذه الأباطيل والترهات، بل كانوا يأتون بها معهم، يستصحبونها معهم ويقرؤونها ولا يلتفتون إلى ما كتبه الأئمة والعلماء والناصحون في صفة الحج والعمرة، ما يلتفتون إلى هذا بل يحذرون منه. وبلغنا أنهم يمزقون ما يوزع من الكتب النافعة والرسائل المفيدة، أنهم يمزقونها أو يحرقونها، وأن معهم دعاة ضلال يحذرونهم منها. نعم. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب. فإن نعم، لا، ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه ولا في لغة العرب أن التوسل بالشخص يسمى تشفعا به. نعم. فإن الاستشفاع طلب الشفاعة. نعم. والشافع هو الذي يشفع، هو الذي يشفع السائل. نعم. فيطلب له. نعم. والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب. نعم. له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. يشفع بمعنى أنه ينضم إلى السائل. السائل كان وحده يدعو الله وحده، فجاء الشافع وانضم إليه ودعا معه، دعا له معه، فصار شفعا بدل أن كان فردا. نعم. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم. نعم، هذا سؤال به، ودعاؤه ليس هو استشفاعا به، هذا دعاء به. وسبق لنا أنه لا يتوسل بالأشخاص إلى الله جل وعلا، لا الرسل ولا غيره ولا الأولياء والصالحين، لأن معناه أنه يقسم على الله بخلقه. هنا. ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا، أي سؤالا بالشافع، صاروا يقولون استشفع به فيشفعك، أي يجيب سؤالك به. وهذا هذا الذي ذكروه عن مالك، أنه قال لأبي جعفر استشفع به يشفعك الله، يشفعك الله، ما قالوا حتى ولا يشفعه الله فيك، قالوا يشفعك، يشفعك الله به. وهذا كله من الجهل حتى بلغة العرب، فضلا عن الجهل بالأدلة. نعم. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية رجع إلى الحكاية، وضعها جاهل بالشرع، هو لا يترك الشيء حتى يوضحه تماما ويجليه، ولذلك تجدونه أطال في هذه الحكاية، لأنها منسوبة إلى إمام جليل، وربما يغتر بها، وموجودة في بعض الكتب التي هي مراجع، ربما يغتر بها الجهلة فيأخذونها دليلا يعتمدون عليه، فلذلك أطال عليها حتى حطمها حرفا حرفا. نعم. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، جاهل بالشرع فلا يعرف الأحكام الشرعية، وباللغة فلا يفرق بين التوسل والتشفع. نعم. وأين لفظها من لفظ مالك. نعم. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة. وأين لفظها من لفظ مالك؟ أين لفظ هذه الحكاية من لفظ مالك؟ هل يمكن أن تكون ألفاظ هذه الحكاية صادرة عن مالك؟ لا والله، لا والله، ما صدرت عن مالك، لأن أسلوبها ليس هو أسلوب الإمام مالك، لأن أسلوبها أسلوب جاهل وخرافي، ألصقها بالإمام مالك. وهكذا الخرافيون إذا أرادوا أن تروج شبهاتهم ألصقوها بالأئمة حتى تروج،
نعم قد يكون أصلها صحيحا ويكون مالك أولها صحيح أنه أنكر على أبي جعفر رفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، هذا في أول الحكاية. نعم قد يكون أصلها صحيحا يعني أولها، أصلها يعني أولها ومبدأها. نعم ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده. نعم لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، إذا جاء المسلم يسلم عليه يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتأدب معه في حياته. نعم كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده ويكون مالك. نعم عمر رضي الله عنه أنكر على رجلين تكلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحصدهما فجاء إليه فقال من أين أنتم؟ قالوا من أهل الطائف. قال لو كنتم من أهل هذه البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به. الذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه، تعزير يطلق، يقولون من المتضادات، يطلق ويراد به التوقير، ويطلق ويراد به التأديب، ومنه التعزير على المعاصي تأديب، فمعنى وتعزروه يعني توقروه تحترموه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوه أي الله جل وعلا بكرة وأصيلة، لأنه قال لتؤمنوا بالله ورسوله، فالرسول له حق التوقير والتعزير والله له حق التسبيح والإجلال. نعم مثل قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، شوف حسبنا الله ما قالوا حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الرسول يؤتي أيضا يعطي المال، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ثم قالوا إنا إلى الله راغبون، ولم يقولوا إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون. نعم ففي فرق بين ما يكون للرسول وما يكون لله جل وعلا. نعم ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فهكذا يجب على طالب العلم أنه يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ويعرف لغة الصحابة ولغة الأئمة حتى يعرف ما صدر عنهم وما نسب إليهم ولم يصدر عنهم، يميز بين هذا وهذا. نعم فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ ثم كثير من الناس ينشأ مع الجهال ومع المخرفين فيظن أن هذا هو الحق، وإذا سمع آية أو حديثا فسرها بما عليه قومه ومجتمعه، فسرها بعاداتهم وتقاليدهم، فيحرف الكلم عن مواضعه وينزل كلام الله أو كلام الرسول على غير موضعه، فينبغي التفطن لهذا الأمر. نعم فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ نعم ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ولذلك لا يجوز تفسير القرآن إلا بالأصول، أصول التفسير المعروفة،
تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذه مصادر التفسير الصحيحة. أما أن يفسر القرآن بالرأي أو يفسر باصطلاحات الناس التي هم عليها، هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلام الله وكلام رسوله. نعم. فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. نعم، يكون مخالفا لما عليه هؤلاء المتأخرون أو المخرهون، وهو يريد أن يفسر كلام الله لا بكلام الرسول ولا بقول الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، وإنما يفسره بما عليه قومه. هذا غلط كبير. نعم. وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم. نعم. وهذا واقع لطوائف من الناس. هذا المشكل. نعم. نعم. من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم، وآخرون يعني والغالب أنهم من المتأخرين. نعم. وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة. نعم. فالصنف الأول ما تعمدوا، لكن ظنوا أن مراد الله ومراد رسوله ما أدركوا عليه قومهم وتعارفوا عليه، فيفسرون كلام الله وكلام رسوله بعادة قومهم ظنا منهم. أما الصنف الثاني فهم يتعمدون والعياذ بالله، يعرفون أن ما هو هذا مراد الله مراد رسوله، لكن يتعمدون تحريف الكلام عن مواضعه لأجل إضلال الناس، ويفسرون القرآن والسنة بغير تفسيرهما تعمدا وقصدا لإضلال الناس. نعم. وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم، ثم نعم مثل ما عليه الذين أولوا الأسماء والصفات، أولوها عن معانيها الصحيحة إلى معاني يعتقدونها هم ويرونها هم، قد كذبوا على الله ورسوله، لأن الله لم يرد هذا ولا أراده الرسول. نعم. ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إنا موافقون للأنبياء وليسوا موافقين لهم. نعم. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة. نعم، هذا كثير في كلام الملاحدة، تعمد التحريف والتأويل، هذا يوجد في كلام الملاحدة، ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد أسماء الله وصفاته تفسيرها بغير معناها الصحيح إلى معاني اخترعوها هم واعتقدوها هم، هذا من الإلحاد، وهذا ما عليه الباطنية من الإسماعيلية الذين وهم غلاة الشيعة الذين ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر ويسمون بالإسماعيلية وهم باطنية. نعم. والفلاسفة القدامى والمحدثون الذين يزعمون أنهم يفهمون الأشياء وأن عندهم فهم غير فهم الأنبياء وغير ذلك مما عليه الفلاسفة قديما وحديثا. نعم. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة مثل نعم الملاحدة المتكلمة الذين يعتمدون على البراهين العقلية والقواعد المنطقية ويقدمونها على كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون لأنها حقائق عقلية، وأما النصوص فهي ظواهر ظنية
ظواهر ظنية لا يعتمد عليها، بخلاف القواعد العقلية فإنها يقينية يعتمدون عليها. نعم. مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع. أعد. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية، ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة. عرفنا المتكلمة والمتصوفة هم الذين يعبدون الله على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق لكم أنهم يقولون لسنا بحاجة إلى الرسول، إحنا نعرف الحق ونأخذ عن الله مباشرة، لسنا بحاجة إلى اتباع الرسل، الرسل للعوام فقط، أما نحن خواص وصلنا إلى الله فنأخذ عن الله مباشرة. أو يقولون لا حاجة إلى أنك تدرس الكتاب والسنة، تفني وقتك في التفقه، يجيك العلم من الله، العلم اللدني ينزل عليك من الله بدون أنك تقعد تدرس في الحلقة أو تأخذ عدة سنين في المراحل الدراسية أبداً، اتبع طريقتنا ويجيك العلم يفيض عليك من الله عز وجل، هذه طريقة الصوفية. نعم. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية، ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة. مثل من وضع المحدث والمخلوق الفاظة أحدث ومحدث مخلوق والمصنوع والجسم والعرض والجوهر، كلها اصطلاحات من عندهم، ما فيه من هذه الأمور شيء، يعني في الأدلة الشرعية ما فيها هذه المسميات. نعم. مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمى بذلك الحدوث الذاتي، ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده ومعلوم. الفلاسفة عندهم أن العالم قديم لا محدث، لا قديم لا وليس محدثا وليس له بداية هذا العالم، هذا قول الفلاسفة، لا يعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها بعد أن كانت عدما، يقولون لا هي قديمة، لكن يضعون ألفاظا يروجون بها على الناس ويغطون عقيدتهم الباطلة وهي القول بقدم العالم، يقولون محدث وهم يريدون محدث قديم أو مصنوع، ويريدون مصنوع قديم يعني ما له بداية، فإذا سمعهم الإنسان قال هذا هم يعتقدون أنها محدثة أو مصنوعة فيصدقهم، وهم يريدون الخداع بذلك، وإلا هم يرون قدم العالم. نعم. وإن كان عنده قديما أو أزليا ويسمى بذلك الحدوث الذاتي، ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده، ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما نعم. محدث قديم هذا ليس بلغة، يعني محدث ليس له بداية، هكذا يقول المحدث ليس لإحداثه بداية، هذا ليس في لغة الأمم، المحدث هو ما وجد بعد أن لم يكن، هذا هو المحدث، المخلوق هو الذي وجد بعد وخلق بعد أن لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل، يقول الله لزكريا عليه السلام قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فهذا معنى المحدث، ليس معناه المحدث القديم، معناه المحدث الذي لم يسبق له قدم ولا وجود، فهم يروجون على الناس هذه الألفاظ الباطلة. نعم. ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن، هذا هو المحدث، ما كان بعد أن لم يكن، أما أنه محدث لا بداية لإحداثه هو قديم هذا باطل، هذا تناقض، كيف يكون محدث ويكون قديم الأزلي؟ نعم. وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبت، هذا عاد المشكلة الآن، جاء تأويلهم في الملائكة، يقولون الملائكة ليس معناه أنهم مخلوقون
وأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأنهم رسل ينزلون بالأوامر، وأن الله خلقهم من نور ولهم أجسام عظيمة وأجنحة. يقولون لا، الخواطر التي في النفوس، الملائكة هي الخواطر التي في النفوس، فإن كانت طيبة فهم ملائكة، وإن كانت الخواطر سيئة فهم شياطين. وإلا ما في وجود للشياطين ولا للملائكة، إنما هي الخواطر الذهنية التي. ومع الأسف هذا الكلام موجود في إحياء علوم الدين للغزالي، لأن الغزالي تأثر بالفلسفة وعجز أن يخرج منها، كان فقيها شافعيا لكنه بلي بالفلسفة، دخل فيها كما يقول تلميذه ابن العربي، يقول دخل شيخنا في جوف الفلسفة ولم يستطع الخروج منها، فهو تبنى هذا الفكر الفلسفي ويرى أن الملائكة هي العوارض النفسية والأفكار التي تأتي على الإنسان والهواجس، هذه ملائكة إذا كانت طيبة، ما إذا كانت سيئة فهي شياطين. ونقل هذا عنه محمد عبده في ونقله عن محمد عبده صاحب المنار، تلميذ محمد عبده، فهو موجود في تفسير المنار، هذا الكلام الباطل موجود في تفسير المنار عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور المدسوسة. نعم. وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس. قوى النفس، نعم. والقوى الشريرة شياطين، والقوى الطيبة هذه ملائكة. لا أن هناك مخلوقات تسمى الملائكة ومخلوقات تسمى الشياطين. أين قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ نعم. ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس. نعم. ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء، وهم يكذبون. الأنبياء أخبرت بهذا، هؤلاء كذبة وهم أعداء للأنبياء، لكن يريدون الترويج على الناس. نعم. ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس. نعم. من الملائكة والجن والشياطين، وهم كذبة، لا يرون أن هناك جن ولا يرون أن هناك شياطين ولا يرون أن هناك ملائكة، لا يؤمنون بالغيب أصلا، بل ربما لا يؤمنون بالله جل وعلا، لا يؤمنون بالغيب مطلقا، وإنما يتظاهرون بهذه الأشياء ويقولون نحن نؤمن بالأنبياء ونؤمن بالملائكة، لكن نؤمن بالملائكة على اعتبار إيش؟ على اعتبار ما جاء في القرآن؟ لا، على اعتبار ما يرونه هم. نؤمن بوجود الشياطين على اعتبار ما ذكر في القرآن؟ لا، على اعتبار ما يرونه هم. فهم ينزلون القرآن كما ذكر الشيخ سابقا على أفكارهم، ويفسرون بأفكارهم القرآن، ويقولون نحن ما خالفنا القرآن. نعم. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك. أين من علم مراد الأنبياء؟ أما اللي ما يعرف مراد الأنبياء فهو يقع ويصدقه، وهذه آفة الجهل، وهذا مما يؤكد على المسلم أن يتعلم لئلا يقع في هذا الضلال، لأنهم يروجون بثوب الحق ويلبسون ثوب الحق، فالجاهل ما يدري ويدرج عليه الكلام هذا، هذا المشكل. فلذلك تعين على المسلم طلب العلم ومعرفة هذه المذاهب الباطلة حتى لا تنطلي عليه وتروج عليه مهما زخرفت وزينت. نعم. فهناك فرق بين كلام الأنبياء وكلام الفلاسفة، لكن فرق عند من عرف كلام الأنبياء وفقه في دين الله عز وجل. نعم. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك. نعم، هي فرق بين كلام الأنبياء وكلام الفلاسفة. نعم. مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول.
نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قال إن العتبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه والشيطان لا يتمثل بصورته، لا يتمثل بصورته عند من يعرفها، وهل العتبي يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو العتبي؟ مجهول. لا يتمثل الشيطان بصورة النبي الحقيقية عند من يعرفها، يعرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. أما من لا يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أيمكن أن يأتيه الشيطان ويقول أنا رسول الله، أنا النبي، فيصدقه ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما أحسن كتاب مختصر في الرد على من يقدم العقل على النقل؟ العقيدة الواسطية والحموية، مقدمة الحموية فيها قواعد وضوابط عظيمة، من عرفها وفهمها فإنه يكون عنده حصانة من هذه الأمور. نعم. يقول: هل هناك قواعد عامة محصورة في الرد عليهم؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على المنطقيين والرد على نفاة الصفات والرد على الفلاسفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين أهل الكلام والفلاسفة؟ بينهم فرق. الفلاسفة هم اللي يدعون الحكمة ويفسرون الظواهر الكونية بتفسيرات من عندهم لم يفسرها غيرهم، وأما علماء الكلام فهم الذين يأخذون علم المنطق ويعتمدون عليه في الاستدلال، نعم. وهذا موجود في كتب عقائد الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، كلا ما تجد فيها آية ولا حديث، تجدها كلها عقليات وجدليات وقواعد منطقية ويسمونها براهين عقلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم دراسة علم المنطق حيث إننا ندرسه في كلية الشريعة في بداية الطلب، فما حكم تعلمنا لهذا العلم؟ هو كون الإنسان يعرف الباطل ويطلع عليه من أجل أن لا ينخدع به، ما هو يطلع عليه ويدرسه من أجل أن يقتنع به أو أن يأخذه، لا، من أجل أن يعرف أنه باطل. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتعلم المنطق أو غيره لأجل أنه يعرف بطلانه ويعرف كيف يرد عليه لا بأس بذلك، أما تعلمه على سبيل التسليم له والإعجاب به هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأيكم بالقراءة من تفسير المنار، وما رأيكم بمؤلفه في الجملة؟ تفسير المنار يقرأه من عنده حصانة، علمية، يعرف الصحيح من غير الصحيح. أما الإنسان الجاهل فلا يجوز له يقرأ فيه، لأنه يدخل في أمور مثل هذه المسألة ولا يدري عنها. نعم. وأما مؤلف تفسير المنار وهو محمد رشيد رضا ففيه كثير من الخير وفيه كثير من محبة السلف ومحبة، ولكنه يغلط أحيانا، وخصوصا أنه ابتلي بمحمد عبده، ومحمد عبده معروف أنه من الناس الذين يبالغون في تعظيم العلوم العقلية والمنطقية وغير ذلك، فهو اغتر به. ولا الرجل عنده خير كثير اللي هو صاحب المنار، عنده خير كثير، توجهه سليم أيضا، لكن قد يقع في أخطاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن الأشاعرة ليس عندهم إلا بعض الأخطاء في بعض الصفات فقط، فهل كلامه صحيح؟ ينفون غالب الصفات ولا يثبتون إلا 7 أو 14 عند بعضهم، فكيف يقال إنهم ما عندهم إلا أخطاء يسيرة؟
وهم ينفون صفات الله عز وجل، وأيضا لا يعتمدون على الأدلة الشرعية في العقيدة، وإنما يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام، فهم يتلقون عن المنطق وعن علم الكلام ولا يتلقون عن الكتاب والسنة. كيف يقال إنهم ما عندهم إلا أخطاء يسيرة؟ هذا إما أنه يجهل حالتهم، وإما أنه يريد أن يلبس على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الإسماعيلية من الباطنية، والإسماعيلية عندهم معتقدات كفرية ظاهرة، هل يقال إنهم أهل ضلال أم كفار؟ عرفتهم ولا بغيت تعرف عنهم أكثر راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نهي عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت في المسجد النبوي، هل هو خاص بالمسجد النبوي أم هو عام في جميع المساجد؟ في جميع المساجد، لأنه من إساءة الأدب، لكن في المسجد النبوي بالذات، في المسجد النبوي بالذات، لأن الله جل وعلا أمر بغض الصوت وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا ميتا كحرمته حيا. نعم. بل يجب أن تتأدب مع أحاديث الرسول، حتى ولو لم تكن في مسجد الرسول، إذا سمعت الأحاديث فإنك تتأدب كأن الرسول حاضر يتكلم معك، تتأدب وتصغي لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد المحققين بعد مقابلته لنسخ تفسير ابن كثير، ظهر له أن قصة العتبي ليست موجودة في بعض النسخ، وخاصة النسخ القديمة. الحمد لله، إذا لم تكن موجودة هذا يدل على أنها غير صحيحة، في يعني غير صحيح ضمها إلى التفسير، قد تكون مدسوسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة من يقول واسطتي هو الله عند فلان، فهل قوله صحيح؟ أعوذ بالله، هذا نفس الاستشفاع بالمخلوق، بالخالق على المخلوق، واسطك الله عند فلان، يعني تشفع بالله عند فلان كأن الفلان صار أعظم من الله عز وجل. هذا نفس الحديث الذي استنكره، أو لفظ الأعرابي الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الشافع والمشفع؟ الشافع هو المشفع سواء، لكن المشفع هو الله جل وعلا، المشفع بالكسر، أما المشفع فهو نفس الشافع. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فرق بين الشافع والمشفع، لا بين الشافع والمشفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقسم شخص بالله على المخلوق لكي يعمل له عملا فرفض هذا الشخص هذا العمل، فهل يكون آثما؟ وهل على الشخص المقسم كفارة يمين؟ لا شك المقسم عليه كفارة يمين، إذا حلف على غيره أن يعمل شيئا ولم يعمله عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، لأنه حنث في ذلك. نعم. وش السؤال؟ يقول فهل عليه كفارة يمين؟ عرفنا عليه كفارة يمين. والشيء الثاني؟ السؤال فيه ما أدري وش فيه. هذا يقول إذا أقسم شخص بالله على المحلوف فرفض، فهل يأثم الذي لم يعمل؟ يأثم المحلوف عليه، يأثم إذا كان باستطاعته يعمل ولم يعمل فإنه يأثم، لأن من السنة أو من حقوق أخيك عليك إبرار قسمه. نعم. إبرار المقسم من حقوق المخلوق على المخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المقام المحمود في قول مجاهد رحمه الله أن الرب يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، قد أنكر بعض أئمة الإسلام ورجحوا بأن المقام المحمود هو الشفاعة كابن باز رحمه الله وغيره، فما هو الصحيح؟ لا يتنافى هذا مع فالمقام المحمود منه الشفاعة ومنه أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا صححه بعض الأئمة وهو
وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين هذا وهذا، كلاهما مقام محمود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول أحد العلماء. شو يقول ابن باز؟ يقول: وقد أنكر هذا بعض أئمة الإسلام ورجحوا بأن المقام المحمود هو الشفاعة، ومن أولئك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء. وإن كان هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عندهم شيء آخر. نعم. وما أظن الشيخ ابن باز ينفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول أحد العلماء، ذكره كما مر بكم أو الحاضرين منكم، ذكره ابن القيم في النونية، ذكر هذا القول في النونية. نعم، وهو موجود في شروح النونية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول أحد العلماء عندما ذكر قصة عتبان بن مالك، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه مسجدا، قال أحد العلماء: يتبرك به كشعره وعرقه، فهل يتبرك بالأماكن التي تعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا؟ هذا الذي قال يتبرك به هذا من عنده، جابه من عنده، هو يريد أن يصلي فيه النبي ليقتدي به من باب الاقتداء لا من باب التبرك. وفي فرق بين المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه فهذا يقتدى به يصلى فيه، والمكان الذي لم يقصده صلى فيه اتفاقا، حانت الصلاة وصلى فيه اتفاقا من غير قصد، هذا لا، ما يتخذ مسجد بعد ذلك، لأنه صلى في أماكن كثيرة من الأرض في غزواته وأسفاره، ولم يكن الصحابة يتتبعون هذه الأماكن لأنه لم يصلي فيها قصدا، وإنما وافقته الصلاة فصلى فيها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما المكان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه قصدا فهذا يقتدى به ويصلى فيه لا تبركا وإنما اتباعا له صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو ما حكم قول يا سيد الأسياد أو أنت سيد الأسياد؟ هذا هو الله جل وعلا، هذا هو الله، لا ينطبق إلا على الله، مثل ملك الملوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مدح النبي صلى الله عليه وسلم في ندوة وقال يا مصطفى، فأنكرت عليه وأن قولك يا مصطفى نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا نداء للوصف وليس نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلامه وتوجيهه صحيح؟ أعد الكلام. يقول: شخص في ندوة في إحدى المدارس مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا مصطفى، فأنكرت عليه ذلك وأن قولك يا مصطفى نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا نداء للوصف. لا، يا مصطفى نداء للرسول، هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قد غلط في هذا، الواجب عليه أنه يعترف بالخطأ ولا يكابر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البقاء في ما حكم البقاء في المسجد الحرام لعدة أسابيع من أجل الاستشفاء بماء زمزم؟ البقاء في المسجد المحرم أو في غيره، لو تبقى طول عمرك في المسجد طيب، هذا طيب، وما زمزم ما هو لازم تبقى في المسجد، تجي كل ما تعطش وتجي وتشرب لو ما أنت في المسجد، أو تشرب من الأزيار اللي أو البزابيز اللي خارج المسجد، ما هو يبقى في المسجد علشان يشرب من زمزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يفوت على الإنسان شيء من أمور الدنيا فيحزن لذلك ويقول لو فعلت كذا لما فاتني هذا الخير، فهل يجوز هذا القول؟ إذا كان من باب التأسف على الخير فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت معكم ولا جعلتها لما سقت الهدي لما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم، فهذا من باب التأسف على فوات الخير،
لا من باب تلوم القدر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض المصلين لا يحركون شفاههم عند القراءة في الصلاة والأذكار، فهل تصح صلاتهم بهذه الكيفية؟ وما الذي أدراك أنهم لا يحركون؟ أنت تتابع شفاههم تتابع، لكن تسأل عن نفسك. نعم، إذا لم تحرك شفتيك فإنك لم تقرأ، إذا لم تحرك شفتيك فإنك لم تقرأ، فالقراءة في القلب لا تعد قراءة تكفي في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك ساحر تاب عن عمل السحر، لكنه يعمل محاضرات يشرح فيها كيف تعلم السحر وكيف كان يعمله بتفاصيل لذلك، فهل يجوز نشر مثل هذه المحاضرات؟ هذا يعلم السحر، يعني صار يشرح كيف تعلم السحر، معناه أنه يعلم طريقة السحر، فلا يجوز يترك هذا، يجب يمنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أناس قبضوا على بعض السحرة ومعهم أوراق من المصحف وقد اتسخت، فأخذوها وغسلوها وطيبوها ورفعوها، فهل عملهم صحيح؟ نعم، هذا طيب، هذا طيب، إذا أزالوا عنها الأذى ورفعوها في المسجد أو في مكان طاهر فقد أحسنوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذه مجموعة يقولون: نحن طلاب لكم من فرنسا، ونحن مسلمون فرنسيين، وكما هو يعلم فضيلتكم فإن الانتخابات عندنا على الأبواب، فهل يجوز لنا أن نصوت على الشخص الذي نراه أقل شراً على المسلمين؟ والله ما أدري، هذا ليس عندي جواب على هذا. أولاً، المسلمين يوجدون في بلاد الكفار وتحت حكم الكفار، هذا مشكل، ويتركون الهجرة وتجري عليهم أحكام الكفار، هذا صعب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقولون إن العالم الرباني هو الذي يعلم بصغار الأمور قبل كبارها، فما مقصودهم من ذلك؟ العالم الرباني هو الذي يعمل بعلمه، هو العالم الذي يعمل بعلمه، هذا هو العالم الرباني. ومن العمل بعلمه تعليمه للناس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فهذا من العمل بالعلم، أنه يعلمه للناس ولا يكتمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الإخوة في المساجد يضع طيباً رائحته مؤذية، فهل يلحق هذا الطيب المؤذي بأكل البصل المؤذي رائحته؟ شلون يكون طيب ويكون مؤذي رائحته؟ هذا ما هو طيب، ولا يجوز وضعه في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة تقول: سألت فضيلتكم قبل أيام واستفتيتكم في بيت قد اشتريته بقرض ربوي وأنا جاهلة، وقلتم فيما معنى الفتوى أن أتخلص من هذا البيت إن استطعت، وسؤالها ما معنى التخلص منه؟ هل معنى ذلك أن تبيعه؟ وإذا باعته وجلب لها أرباحاً فكيف تعمل في أصل المال وفي الربح؟ الذي أراه لها أن تكتب سؤالها وأن ترسله للإفتاء وينظر فيه إن شاء الله، ويأتيها الجواب محرراً تمشي عليه، تكتب سؤالها وترسله إلى الإفتاء، إما مع مندوب وإما عن طريق الفاكس، وسينظر فيه إن شاء الله. نعم. انت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.